الطغاة. حرر مصر من الطغاة. حرر مصر من الطغاة. الناحية التانية هما جابوا شوية فرسات عسكرية وجابوا العيال بتوع عسفين يا ريس. هما معاهم ضرب النار. واحنا معانا عزيز جبار. واحنا معانا عزيز جبار. واحنا معانا عزيز جبار. عايزين نعلو فتنة كلنا. يسكت يسكت حكم العسكر. تيجي الحرية. كل يوم ميدانية. يسقط يسقط حق مبارك. يسقط يسقط حق العسكر. يسقط يسقط حق العسكر. عسكر 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 ليه؟ يا جماعة من القادر من القادر أن ينصرنا على هؤلاء؟ إني داعي تأمنه. إني داعي تأمنه واستقبله القبلة. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بمن ظلمنا. اللهم عليك بمن عادانا. اللهم زلزل عروشهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم فتش شملهم. اللهم عليك بمن عاونهم. مش كبيرة ان احنا نقول امين باعلى صوتنا لله رب العالمين. فهو القادر في عليائه وكبريائه ان ينصرنا على هؤلاء الطغاة. هؤلاء الطغاة الذين تجاوز حد ظلمهم علينا. اللهم عليك بهم. آمين. اللهم عليك بهم. آمين. اللهم عليك بطواغيت الارض. آمين. اللهم عليك بطاغوت سوريا. آمين. اللهم عليك بطاغوت سوريا. آمين. اللهم عليك بجند طواغيتهم. آمين. اللهم فرق شملهم. آمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم. آمين. اللهم زلزل عروشهم. آمين. اللهم مكننا من اكتافهم. آمين. اللهم مكننا من اكتافهم. آمين. يا جماعة في اخ عايز يقول هتاف لسوريا. لان هذا الشعب يطحن من اجل اعلاء كلمة لا اله الا الله. عاوزين نقفل باعلى الصوت لسوريا. هنقول كلنا الهتاف دوت عشان سوريا. في تونس ما تعدى. لما ربنا اهلكهم اهلك معاهم كلهما. ليه اهلك كلهما؟ علشان كلهما نصروهم على الظلم. لن ينفعك الروين يوم القيامه.
يوم تقف يوم أمام رب العرش لن ينفعك بديل، لن ينفعك المشير، لن ينفعك المجلس العسكري، أنت تركن إلى القوم الظالمين. يا جماعة نتحرك إلى الداخل، لازم نتحرك إلى الداخل، مش هنفضل واقفين مكتوفين الأيدي. إحنا نزلنا هنا، إحنا يا اخوانا يا اخوانا الكلام ده الكلام ده خاص بالاخر، ملوش اي دعوه بيه. الجيش المصري اخواتنا، والمجلس هو اخواتنا. تجيب تجيب الاستاذ احمد دومه، احمد دومه 6 ابريل. يا دومه يا دومه يا دومه، الرجاله في الميدان، في البيوت احدى النسوان، الرجاله في الميدان، في البيوت